ورجعنا لكم مستمعينا. غادي نمشيو مباشرة لفقرة التجميل. اليوم غادي نتكلموا على طرق العناية بالشعر المصبوغ. فطرق العناية بشعرك المصبوغ وحمايته من التقصف والجفاف، البارح تكلمنا على أهم النقاط اللي خاصنا نلتزموا بها، لأنه كنعرفوا أنه الشعر المصبوغ كيطلب عناية خاصة، لأنه المواد الكيماوية اللي كنستعملوا للصبغة كتسبب تلف كبير للشعر وكتجعله عرضة يعني للجفاف. فأول نصيحة تجميلية هو أنه نحاول نقصوا الأطراف باستمرار باش كنمنعوا تقصفه وباش ما يطلعش الضرر لباقي الشعر، وغادي تصبحي مضطرة على أنه تقصي نصف ديال الشعر ديالك. وحنا كنعرفوا على أنه كثير من السيدات والفتيات كيفضلوا الشعر يكون طويل لأنه كيعطي جمالية أكثر. نختاروا كذلك الشامبوان والبلسم المناسب للنوع ديال الشعر ديالنا ويكون خاص بالشعر المصبوغ باش كيحافظ على البريق وكيحافظ على اللون اللي صبغتي به الشعر ديالك. وأكيد باش نرجعوا الرطوبة والنعومة لشعرنا المصبوغ نحاولوا نستعملوا باستمرار كريم مرطب للشعر يكون خاص بالنوع ديال الشعر ديالك، ويكون دائما عندنا مجموعة متكاملة اللي كتجمع يعني الشامبوان والزيت المغذي والكريم المرطب. والكريم المرطب نركزوا عليه اكثر لانه عنده فعاليه كبيره على صحه وقوه الشعر، وكيساعد في نفس الوقت على تثبيت اللون المصبوغ اولا سواء درنا صبغه اولا لاماش. نجنبوا كذلك قدر الامكان تعريض الشعر المصبوغ لاشعه الشمس، وحنا مقبلين على فصل الربيع وكنعرفوا على انه اشعه الشمس كتكون قويه والافراط في التعرض للشمس فهو كيعطي يعني ضرر الخصلات ديال الشعر وكينشف الشعر وكيعرضه للتقصف اكثر. اخترنا كذلك اللون ديال الصبغه ديال الشعر وما عجبناش نحاولوا على الاقل نصبروا الاسبوعين يعني من 15 حتى ل 20 يوم على الاقل عاد نعاودوا نصبغوا، لانه كاين يعني سيده او لفتات اللي ما كتكونش راضيه على اللون ديال الصبغه اللي صبغت به او اللون ديال لاماش اللي يعني عملته من الشعر ديالها وكتغيروا في نفس النهار او في يومين، وهذا عنده ضرر كبير وكيضعف البصيلات ديال الشعر وكينقص من ماده الكيراتين وكيصبح الشعر هش متكسر. فهذه عاده خاطئه نحاولوا اننا نتفاداوها، يعني على الاقل نخليه واحد المده ديال 20 يوم ديال الشهر عاد نرجعوا نصبغوا شعرنا بلون اخر، لانه هذه العاده الخاطئه فهي كتضرب بصيلات ديال الشعر بالفروات ديال الشعر وكتنقص من مادة الكيراتين الطبيعية في الشعر ديالنا. تابعي فقرة جميل وربحي كل يوم خميس جوائز للعناية بجمالك مع سانسيلك. لمسات الخبراء، الشعر أجمل مع سانسيلك. إذا نبقاو دائما في طرق العناية بالشعر المصبوغ، فنصيحة مهمة كذلك أخرى هو أنه باش نحافظوا على قوة والبريق والكثافة ديال الشعر وخاصة الشعر المصبوغ ضروري أنه تكون عندنا طريقة صحيحة لتمشيط الشعر بالمشط للأسنان ديالو واسعة، لأنه كنعرفوا أنه مع الصباغة المتكررة للشعر سواء بالألوان أولا بلماش يعني كنصبغوا بمواد كيماوية بصباغات المصنعة فهو كيسبب في تساقط الشعر بدرجة كبيرة. يعني نحاولوا نمشطوا الشعر ديالنا ونسرحوا بالمشط الأسنان ديالو واسعين لأنه مهم بزاف، وغير بشوية بلا ما نضغطوا عليه يعني يكون عندنا تعامل عناية خاصة بالشعر ديالنا، لأنه الشعر كنعرفوا أنه زغبة ولا الخصلات ديال الشعر كتكون هشيشة بزاف كتكون هشة كتكون يعني حساسة فما نضغطوش عليها، وحنا كنسرحوا الشعر ديالنا يعني وخلقوا الشعر مخبل نحاولوا أنه ناخذوا الوقت ديالنا الكافي، ممكن أنه نديروا زيوت اللي كتسهل عملية ديال تسريح الشعر، ونبقاو دائما نمشطوا ماشي بالبروصة لأنه كتسبب في تساقط الشعر، وخاصة بالنسبة لأنه أصلا كنكونوا يعني صبغنا بمواد كيماوية بصباغات مصنعة كنكونوا هلكنا الشعر شوية، وخاصة بالنسبة للسيدات والفتيات اللي ما كيعتانيوش بالشعر ديالهم سواء بحمام زيت أو بكريمات يعني لترطيب الشعر وللعناية بالشعر المصبوغ، وما كيستعملوش يعني مستحضرات تجميلية اللي كتساعد على أنه تغذي وتعال الشعر من الداخل، فكيكون عندهم يعني مشكل أكبر لأنه كيسرحوا الشعر ديالهم بالبروصة فكيتساقط الشعر أكثر. فنحاولوا دائما أنه نخليه حتى يكون الشعر ديالنا يعني ناشف ماشي هو مازال مبلول بالماء ويعني فازق وحنا كنمشطوا فيه لانه غادي يعطي تساقط الشعر اكثر، ونمشطوا دائما نسرحوا الشعر ديالنا غير بشويه كيف قلنا واخا يكون مخبل نحاولوا على انه نديروا زيوت او لواحد من هاد الزيوت ونبقاو حتى يعني تطلق لنا الزغبه، ومن بعد كنمشطوا غير بشويه بالمشط للاسنان ديالو واسعه لانه كيساعد على تسريح الشعر بطريقه اللي هي صحيحه وفي نفس الوقت كنبقاو محافظين
على القوه والصحه والكثافه ديال الشعر وما كيتساقش لينا. وكيف ما قلنا دائما كناكد على هذه النصيحه التجميليه وانه غادي تلاحظوا الفرق. يعني حاولوا يعني بالنسبه للسيدات اللي كيمشطوا بالبروسه غادي يمشطوا بها ويحاولوا انهم يشريوا المشط للاسنان ديالو واسعه ويمشطوا الشعر ديالهم وهو ناشف يعني مدهون غير بالزيت ما يكونش فازك ويبداو يمشطوا غادي يلاحظوا الفرق على انه الكميه ديال الشعر اللي كتنزل كتكون غير يعني الشعر اللي هو تلف اللي هو متضرر هو اللي كينزل وكميه قليله مقارنه ما الى مشطنا الشعر ديالنا يعني في الوقيته وحنا كنستحموا وهذا خطا. في الوقيته مثلا اللي كيكون الشعر مازال فازك فهذا خطا وبالوقيته اللي مشطنا بالبروسه. فنحاولوا دائما على انه هذه طريقه صحيحه لتمشيط الشعر وطريقه يعني نحاول تكون عندنا طريقه ديال التعامل خاصه بالشعر ديالنا يعني بعنايه بلا ما نضغطوا عليه. بالنسبه للسيدات اللي كانوا كيصبغوا الشعر ديالهم بمواد كيماويه يعني بصباغات المصنعه وبغاو انهم يرجعوا لكل ما هو طبيعي واختاروا الوان طبيعيه يعني صباغات من اعشاب ومن مواد غذائيه ملونه للشعر ديالهم فخاصهم ينتظروا تقريبا شهر حتى لشهرين ويتخلصوا تماما من الشعر المصبوغ لانه غالبيه ديال الصباغات الطبيعيه اللي كتكون يعني كتكون فيها الحنه وحنا كنعرفوا على انه الحنه هي اللي كتثبت اللون اكثر والخلط ما بين هذه الحنه كماده طبيعيه في الشعر وما بين الشعر ديالك اللي مصبوغ بماده كيماويه فهو كيعطي اول حاجه واحد اللون يعني كيجي لون ما جميلش يعني قاسي كيبان المظهر ديالك قاسي هذا من جهه ممكن يعطي بقع في الشعر يعني كتبقى بقع مصبوغه وبقع لا يعني وكي في نفس الوقت فهو كينشف وكيهلك وكيضعف الفروه ديال الراس فنحتاطوا من هذا الامر لانه مهم بزاف ونلتزموا بهذه النصيحه التجميليه وما نستهنوش بها في نفس الوقت. نحاولوا دائما اكيد على انه كاين بعض السيدات كيكونوا مولفين الصباغه المصنعه يعني اللي فيها مواد كيماويه واللي ربما فيها الامونيا كنحاولوا على انه حتى نزولوا الصباغه تماما ونزولوا ليماش تماما من الشعر وكاين مستحضرات اللي كتزول هاد النوع يعني من المشاكل ديال التجميليه اللي كتكون في الشعر ملي كنبغيو مثلا نتخلصوا تماما انه ما نبقوش نصبغوا الشعر ديالنا نتخلصوا تماما من يعني الاثار ديال الصباغه حتى نستنى واحد الشهر شهرين ويبان على انه لي غاسين طالعين ما فيهمش صباغه عاد ديك الساعه يمكننا على انه نستعملوا مواد طبيعيه من اعشاب من خلطات طبيعيه اللي فيها الحنه. اخر نصيحه ومفيده دائما للشعر المصبوغ واللي كيعالجوا وكيغذيه من البصيلات ديال الشعر وصولا للخصلات والاطراف ديال الشعر كله فنحاولوا على انه نداوموا على حمام زيوت لانه مفيدين بزاف للشعر المصبوغ خاصه السيدات اللي عاملين ليماش يعني حاولوا يركزوا على حمام زيوت للشعر ديالهم على الاقل مره كل اسبوع ولا كان درجه يعني الجفاف بزاف والشعر يعني مهلوك خاصه الناس اللي كيستعملوا ليماش والصباغه متكرره يحاولوا يعملوا حمام زيت جوج المرات في الاسبوع باش كيضمنوا النتيجه. واكيد اللي عنده الامكانيات واللي عنده الوقت الكافي من الافضل على انه يمشي لمراكز التجميل اللي كتعتني بالشعر باش كيعملوا لك واحد العنايه خاصه للشعر كيعملوا كذلك حمام مغذي للشعر ديالك كيستعملوا كريمات يعني ماركات يعني معروفه بالجوده ديالها وكيستعملوا كذلك زيوت مغذيه وبواحد الطريقه متمكنه ويعني كيتعاملوا معامله خاصه بالشعر ديالك. فهذه اهم نصائح تجميليه للعنايه بالشعر المصبوغ واكيد انا غدا ان شاء الله غادي نقدم لكم خلطات طبيعيه يعني للعنايه بالشعر المصبوغ وبعض النصائح التجميليه غادي نكملوها دائما بالنسبه للسيدات اللي كيصبغوا الشعر ديالهم سواء صباغه عاديه او لا ليماش. فهذه هي اهم نصائح اللي قدمت لكم اليوم خليكم دائما اوفياء الفقره التجميل في برنامج اللامولاتي و